لا بس عيال الواد حرام يخبطوا 100,000 اهلة في خبطة واحدة. ما طبعا لقوها فقاموا يشتغلوه. ما ماشي بس بالمعقول متقال انه صاحبي انما ياخده تاني. لا يا صاصا ولا اولاني وحياتك بس هم يردوا ولاد الجزم عليا. قصدك ايه؟ شامي بيحور؟ لا طبعا شامي اتعامل معاه الصح بس الفلوس دي لازم ترجع عشان لو خدوا حاجة تانية على اللي خدوه هيقعدوا يشتغلوا فينا وهيحلبوا فينا لحد ما نخلص. طب ما كان قالوا من الاول ولاد الحرام بدل ما الولية مرمية على الدغري. عمره ما يجي معاك دغري. لازم يعرفوا ميتك الاول عشان لو ضربوا في العادي هيسخنوك تزق عليهم الحكومة. خد اخويا البس ورينا جمالك. ايه دول يا اسطى؟ هيكون ايه يعني؟ كفن هدوم جبالك صالح. هدوم جبالي صالح؟ والله كده كتير يا صاحبي. والله انا قلت له كده. يعني شحط وقاعد عوائل عليه. شوف الكلام. ورايح جايب لك لبس. على فكرة انا ممكن اهبشك وصالح بلانا بيك. ولا تعرف. اخش جوه حلقومك من جوه. افتح درسك من جوه واخش جوه. خلاص. يا ابني خلاص بقى. خلاص. يلا. يلا قوم. قوم اجهز يلا. ماشي. خلاص بقى. شايف البلوة اللي انت بنيتنا بيها؟ يا عم خلاص كام يوم هيمشي من هنا استحمل بقى.